ذهاب، وده اللي اتعود عليه جمهور النادي الاهلي. طيب، من ضمن الاخبار ايضا المهمه جدا، والنهارده كان في جلسه ما بين كابتن محمد يوسف وصالح جمعه لاعب النادي الاهلي، واللي كان معار في احدى الفرق في السعوديه، وعاد طبعا من حوالي شهرين كده، كان فتره القيد اتقفلت خلاص هنا في مصر، فبالتالي خد اجازه من قبل الجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون. النهارده كان في اجتماع مهم جدا مع كابتن محمد يوسف لمناقشه مصير صالح جمعه. اعتقد ان هو خلاص هيكون مقيد يا استاذ ايهاب في فتره القيد المقبله في يناير مع النادي الاهلي، عشان يكون اضافه للفريق في حاله التزام صالح جمعه، وبعد التصريحات الاخيره اللي سمعناها له طبعا خلال الفترات الماضيه، ان هو خلاص يعني مدرك اهميه ان هو لازم يركز مع فريق النادي الاهلي، وان هو على حد طبعا كله ان النادي الاهلي هو اللي محتاج للنادي الاهلي، مش النادي الاهلي اللي محتاجه. فبالتالي نتمنى اكيد صالح جمعه نشوفه في الملعب، ونشوفه بالتزام كامل جدا، لان مهاراته ما اعتقدش موجوده عند اي حد في الكره المصريه بشكل عام. لاعب مهم جدا، المركز كمان بتاعه يعني ما فيش ناس كتير جدا فيه، فبالتالي هيكون مهم جدا عوده صالح جمعه. استاذ ما حدش يختلف ابدا على مهاره وامكانيات صالح جمعه امير، ما حدش يختلف على امكانياته كبيره، ما حدش يختلف على مهارته. هو نفسه بدايه الاصلاح من عنده هو أكيد. هو لما قال لك انا اخطات، انا الفتره اللي فاتت ما كنتش مركز. خليني اقول لك ان هذا القرار في حاله استكماله واعطاء الفرصه الكامله، وكابتن محمد يوسف بيقعد معاه قبل ما يرجع للتدريبات، هيكون قرار انساني قبله فني، لان صالح جمعه تحديدا وزي ما قلت امير قال انا اللي محتاج النادي الاهلي مش الاهلي اللي محتاجني، وبالتالي هي الفرصه الاخيره لصالح جمعه علشان يؤدي ويؤدي بشكل كويس. وانا نصيحتي لي كاخ وصالح يعني انا بشوفه لعيب كبير جدا، وبشوفه لعيب عنده امكانيات طبعا، وبقول له حرام تدفن الموهبه الكبيره اللي عندك، حرام ما تمتعش الناس، حرام اسمك ما يكبرش اكتر من كده. انت احترفت بسن صغير، لعبت في النادي الاهلي في توقيت مهم، لعبت المنتخب الاول، لعبت المنتخب الاولمبي، لعبت المنتخبات شباب، يعني جالك تشبع كروي في سن صغير، ولكن ما زال قدامك الكتير، ما زال قدامك الكبير والنجوم الكبار. يعني محمد صلاح لما اخذ افضل لاعب في الدوري الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي، القصه ما انتهتش، القصه بتبدا بالزبط. لما توصل من نقطه اللي البعض بيفتكرها النهايه، دي بتكون نقطه البدايه، وانت لعيب كبير جدا وعندك مهارات وعندك امكانيات، تنقصك الشخصيه، تنقصك الشخصيه والعقليه والعقليه الكبيره. محدش يقول ان السن ده صغير، بالعكس السن ده سن نضج، سن كبير. واعتقد ان النجوميه ساعات بتعمل هزه، صالح مر بالهزه خلاص، ان شاء الله تكون اخر هزه، وان شاء الله يعني يتمسك هو بالفرصه اللي هياخدها امير من النادي الاهلي. زي ما انت قلت يا صالح، انا اللي محتاج النادي الاهلي، النادي الاهلي بيمدي لك ايده، بيقول لك اتفضل. وانا من وجهه نظري بقول ان هذا القرار قرار انساني اكتر منه قرار فني لصالح اللاعب اللي النادي الاهلي بيته الكبير بيدوله فرصته من جديد عشان يتالق ويعود. الاهلي هيمدي لك ايده يا صالح، وعليك ان تتواجد بالمستوى الفني اللي بحجمك وبحجم امكانياتك وبحجم الفرصه اللي هتاخدها. مش شرط على فكره بقى امير، مش شرط بقى اللعيب يرجع يدغدغ الدنيا، لا طبعا، لا هيبقى في صبر عليه واحده واحده ويرجع لمستواه، لكن على قد ما النادي الاهلي هيساعده، هو كمان لازم يرجع في الفورمه علشان يرد جميل، وان شاء الله يكون قرار صائب جدا بعوده صالح جمعه. على فكره الجماهير النادي اتوقلت كتير جدا، لكن ده توقيت انا شايفه توقيت مناسب جدا، مش لان هذا التوقيت الاهلي في حاجه لعيبه، طب ما الاهلي ممكن يتعاقد في لعيب في مركز صالح، واكيد ده هيحصل على فكره، يعني اكيد ده هيحصل، وبالتالي المنافسه هتبقى اكتر من لاعب، لكن في هذا التوقيت اللي عندك الفرصه امير انك تثبت انك انت احق بهذا المكان، الكوره في ملعبك يا صالح.